أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. الأزمة الأمريكية مع خان، مع عمران خان رئيس وزراء باكستان، تواصل تفاعلها بعد أن أكدت الإحاطة التي قدمها أسد. مجيد خان سفير باكستان في الولايات المتحدة الأمريكية، ومعروف عن أسد عموما أن لديه ثقافة تحفظ شديدة، لكنه نقل بشكل مباشر إلى رئيس وزراء بلاده بالقول أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى وبشكل واضح أن إبعاد خان سيعزز من العلاقات الباكستانية الأمريكية. إذن الأمر يرى فيه الآن خان أنها مؤامرة ضده، مؤامرة لدولة غربية لم يسميها، لكن أسد مجيد خان أشار إليها بالاسم نتيجة موقعه. ولماذا أساسا كان هذا التسريب؟ لأسباب عدة، أولها أن باكستان التي ضربت بصاروخ هندي في هذه اللحظة على وجه التحديد، طالبت باكستان بأن يدين الأمريكيون هذا الإجراء على الأقل الهندي، فيما الأمريكي يرى أن الهند قدمت اعتذارها. وبالنسبة لباكستان فهي لا ترى أن تقديم الهندي لاعتذارها كافيا. إذن هذه النقطة التي أفاضت الكأس، عندما تطلب باكستان من الولايات المتحدة الأمريكية وهي القوة الأولى وتريد التأثير عليها من أجل أن يكون لها موقف في صالح باكستان وإدانة الهند، التي نعلم بشكل آخر أن هناك مشروع ما سمي بالمشروع المشترك أو البناء المشترك للمحيطين الهندي والهادي أو المنطقة الهندوهادية، كل هذه المشاريع المنطلقة من ترامب والمتوصلة إلى حدود اللحظة مع بايدن، فإن كل الثقل الأمريكي ذهب مباشرة إلى الهند، والهند تمتعت بشكل واسع من العلاقات مع أمريكا وأيضا روسيا وهاجمت كشمير. إذن الأمر هنا سحب الحكم الذاتي من كشمير كقرار أمريكي، وكان المسلمون في هذا الإقليم قد تعرضوا إلى ما تعرضوا إليه. وهنا جاء كلام رئيس الوزراء الباكستاني للقول إننا خذلنا كشمير، وهذا الذي يقصد منه تماما أن ما قام به بوتين تجاه الناطقين بالروسية في دونباس وضد الغرب سيكرره خان ضد الهند انطلاقا من استرداد كشمير. إذن هذا هو المبرر الثاني الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى التفكير مليا في إبعاد عمران خان. إذن هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن إنصاف هذا الحزب الذي كان يمثله لشخصه فقط، ومعلوم أن هناك دائما إما أحزاب قريبة من الجيش، ودائما هناك تقاطب شديد معروف كتب عنه خان نفسه في 2007 عندما عادت بنظير بوتو، وكتب افتتاحية لازلت أذكرها عندما قال تتحمل مسؤولية نفسها، فكأنه يسترشد تماما باغتيالها، وهذا ما حدث. إذن بالنسبة لخان فهو يدرك جيدا اللعبة وبذكاء انتقل بشكل شديد الأهمية، فإنصاف حزبه عندما اقتحم الصراع ما بين الرابطة الإسلامية للرابطة الإسلامية وحزب الشعب، وجدنا أن هناك رغبة أكيدة في اللعب على الآمال، لأن إنصاف أتت مع موجة الربيع العربي، مع هذه الموجات الخارقة للأحزاب وأيضا متجاوزة للجيش، كل هذا كان معروفا لدى خان. إذن خان ابن لحظته التاريخية على وجه التحديد قبل أن يصبح رئيسا للوزراء في 18 من غشت 2018، والآن صدر قرار أمريكي بإبعاده لأسباب كثيرة، أولها استراتيجي أمام
رغبته في أن يكون على الأقل كقائد سياسي يحمي جيشا من أجل أن يكون له نفس الاستراتيجية تجاه كشمير. المسألة الأخرى أنه قرب بشكل كبير جدا الصين، والصين وعشية الحرب على دونباس ومن ثم أوكرانيا وجدنا خان يزور موسكو، وخان لا يريد بأي حال أن يعاقب روسيا. إذن هذه المنطقة لا يخترقها شيء، ويعطي على الأقل خان يعطي التغطية المباشرة لنفوذ صيني روسي في هذه البقعة على وجه التحديد. إذن هذه المنطقة غير مخترقة، أصبحت صينية روسية مع أزمة كازاخستان، مع انسحاب أمريكا من أفغانستان، فأصبحت روسيا هناك، وبعدها مباشرة كان التدخل الصيني. فكازاخستان وأزمتها أثبتت أن إمكانية الدخول أو التدخل الروسي العسكري، ومن الاتجاه الآخر وجدنا الصين. وعندما نرى الصين على أقل تقدير ومع قمة آسيا الوسطى وبحضور باكستان وإلى أندونيسيا، فهذا كله يقصد منه تماما استعادة القارة الصينية وتأثيرها. إذن روسيا والصين وباكستان، وهذا يرفضه الأمريكي بشكل جذري، إذ اليوم لن يعود الأمريكي ما دام خان مع الصين ومع روسيا، فلن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من تجاوز الهند، والهند تحاول أن تضع نفسها إلى جانب باكستان في تنافس لخلق علاقات مع موسكو. إذن هذا هو الوضع المؤكد إلى حدود هذه اللحظة، وبالتالي فإننا نرى وبشكل واضح في هذه الخارطة أن الأزمة اليوم هي أزمة حقيقة مع شخص يريد أن يحول تراث باكستان في الحرب الباردة، والآن أمريكا تريد باكستان بأي ثمن، لأن لا إمكانية لها في إدارة حرب قوية في آسيا وأيضا في شرق أوروبا والبحر الأسود دون عن تركيا وباكستان، وهاتان الدولتان كانتا على الأقل أساسان في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب الباردة الأولى. أنا أفضل هذه التسمية، الحرب الباردة الأولى وبداية الحرب الباردة الثانية، وهذه هي الحرب الباردة الثانية. على أي فحصار روسيا غير مرغوب فيه، الصين تجتاح آسيا الوسطى وباكستان إلى أندونيسيا، كل هذه المنطقة تسعى إلى أن تكون في نفس الخارطة، معنى ذلك أننا أمام تقريبا منطقة جديدة، منطقة في مقابل الهند هادي، والهند حاولت أن تكون إلى جانب الأمريكيين وفي نفس الوقت إلى جانب روسيا، أيضا باكستان، لكن باكستان اختل ميزانها نحو كل من الصين وباكستان وبإعادة الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك فعندما طالبت باكستان تحت رئاسة الوزراء لعمران خان، عندما طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بإدانة إطلاق صاروخ هندي على الأراضي الباكستانية، ولم تعتبر هذا الوضع بأنه خطأ، بل تأكد لها أن هذه الواقعة واقعة في ظرف سياسي لا يسمح بنسبة هذا الخطأ. إذن اعتذار نيو ديلي لم يكن إلا اعتذارا لمعرفة كيفية عمل الرادارات الباكستانية والصواريخ المضادة للصواريخ، هذا كل ما في الأمر، هذا واقع الحال، هذا تقرير الجيش الباكستاني، لأن الهند جربت المنظومة الصاروخية المضادة للصواريخ وأيضا الصواريخ الاعتراضية الموجودة في عند باكستان والمنظومة الرادارية، كل هذا جرب في مثل هذا الإطلاق،
وهذا هو الواقع، لأن حالة الإطلاق لم تكن عشوائية، كانت منضبطة ونحو هدف محدد، يعني لم يكن الوضع في منطقة خلاء، إنما في منطقة مدروسة، يعني الضربة كانت مدروسة للغاية، وهذا يعرفه المختصون. وهناك تقرير تقني موسع في 95 صفحة للمخابرات الباكستانية في الموضوع. إذن هذا هو الواضح للغاية إلى حدود هذه اللحظة. بقي أن نرى شيئا استثنائيا وبجميع المقاييس، أن التقديرات الحالية التي يعمل عليها الباكستانيون وأمام مصادمة أولى مع فرنسا وإبعاد فرنسا، وفرنسا جمدت كل ما باعته للصيانة، لأن هناك صفقات تمت ما بين باكستان وفرنسا، صفقات عسكرية كلها تطلب بعدها الصيانة، وكل هذه الصيانة أوقفتها فرنسا بشكل نهائي. إذن كانت القطيعة أولا مع فرنسا، ثم بعدها مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبتقريب كبير جدا للصين، لأن في إحدى الأوقات كانت الحرب اقتصادية ضد خان فأنقذته الصين، وبعدها كانت في التقنية وأنقذته روسيا، أنقذت خان روسيا، أنقذت خان ليستمر من 18 من غشت 2018 إلى الآن، هذا بفضل الروس، لأن الجيش كان يطالب بتقنيات وكان الروس يسلمون لباكستان ما يرغبون فيه رغم علاقاتهم الشديدة التكنولوجية والتقنية مع نيودلهي. وموسكو عموما كانت تقدم لهذا وذاك على نفس القدر أو يزيد وحسب الطلبة، ولا ترى مانعا لا في، لأن أمامنا دولتين نوويتين، فلا ترى مانعا من أي تكنولوجيا تنقل إلى دولة نووية. هذا كان الحال بالنسبة لروسيا. بالنسبة أيضا للصين، سقوط خان يعني سقوط بين قوسين التصور الصيني عن باكستان، وعملت الصين كثيرا، وهي في حدود السبع سنوات القادمة إن بقيت على هذا الحال لن تجد باكستان كالسابق. لهذا فإن الذين يرغبون في عودة باكستان إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى هذا التحالف القديم في الحرب الباردة الأولى لا يعرفون أي حدود بالنسبة لمصالحهم. والولايات المتحدة الأمريكية حاربت خان، وخان ذهب مباشرة إلى بيكان، وبعدها حاول أن يعتمد على المحيط الإسلامي انطلاقا من أندونيسيا في علاقة أقرب إلى الصين، وأيضا في علاقة مع تركيا. وعندما أكد على القنبلة النووية لحماية الإسلام والمسلمين، وخصوصا في حرب غزة، لأن حرب غزة الأخيرة كانت متصلة بالقدس، وأثبت عمران خان المتأثر بزوجته الصوفية التي يمكن القول معها أنها لم يرها زوجة، أصلا هي طليقة سابقة ولديها 5 أبناء، ولم ينظر وجهها في طيلة الخطبة إلى حين الزواج. فبالنسبة لهذه الزوجة المتصوفة، فهو يرى في الإسلام أنه الجزء الرئيس من الهوية، والهوية الجيوسياسية من أندونيسيا إلى تركيا، خصوصا في هذه المنطقة على وجه التحديد. لهذا فهو يرى أن دعم العالم الإسلامي الآسيوي انطلاقا من علاقات مع الصين في مقابل أمريكا تعتبر الحل، والصين أنقذته بشكل مباشر في كل خططه الاقتصادية. فسقوطه يعني سقوطا للصين وروسيا، فهل يقبل الصينيون والروس فقدان ورقة مهمة جدا في هذه الحرب الباردة الآن؟ هذا هو السؤال الشديد الحساسية، والذي لا يرغب الكثيرون في الإجابة عنه رغم وضوحه إلى أبعد حد. عندما ننظر إلى هذه التقديرات التي يعمل عليها عمران خان
ابن 70 سنة، فهو يدرك بشكل جيد أنه لا يمكن له أن يسلم مرة أخرى كما فعل في سيرته الذاتية، مجرد نقط وآنذاك بني عليها كتاب. لن يتكرر الأمر أمام Personal View of Pakistan، لن يتكرر مثل هذا المشهد على الأقل كما يقول شريكه في التأليف. اليوم يجب أن يؤلف القصة لوحده، ويجب أن تكون قراراته لوحده، خصوصا وأن هناك سحب بساط مباشر لإسقاطه ديمقراطيا عن طريق سحب الثقة، وهذا واقع الحالي بالنسبة للأمريكيين. الأمريكيون يؤكدون أنهم يرغبون في إسقاطه، ولم يعد خافيا على أحد مثل هذا الخيار والهدف. لذلك فإن خان اليوم وأمام ما يعيشه يتأكد من خلاله أنه أصبح ورقة صينية روسية في مرحلة حساسة للغاية، فيما من الاتجاه الآخر أصبح الأمريكي ينظر أن باكستان لابد منها، لابد أن تكون إلى جانبه في أي حرب باردة. لذلك فباكستان يمكن أن تلاعب بنفس طريقة أردوغان، يعني إعطاء المساحة ولكن في نفس الوقت ثابت يبقى للنيتو. وفي هذه اللحظة على وجه التحديد، إن كان سقوط عمران خان فإن أردوغان نجا من نفس الفخ عندما انفتح مباشرة على إسرائيل وعلى غيرها من أجل تثبيت سياسته وعدم عزله، لأن الأمر يتعلق في نظر الأمريكيين الآن بالعزل. وفي نفس الوقت لم يرضخ للأس 400 ولمطالب الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه عوض أن تكون الضربة لشخصه فهو فتح اللعبة على الإقليم، وهكذا حسم الوضع لنفسه، فيما باكستان حاولت أن تعطي بعض أوراقها للصين. هنا يختلف الوضع، لأن أي ورقة تسحبها باكستان تسلمها للروس أو للصين، فيما أردوغان يستثمر في نفسه، يعني يستثمر في الرابطة لأن لديه شخصية وارثة لإمبراطورية ويتصرف على هذا الإثر، ولذلك فهو يحاول أن يستثمر كخليفة أو مثل هذا التصور على الأقل. لذلك فالكل يتأثر بما عليه تاريخه وبما يراه. بالنسبة لعمران خان، لا، العمران خان لديه فرصة تكتيكية عالية لأنه عقلية تكتيكية شديدة الذكاء، لكن على البعد الاستراتيجي فهو لا يقدم التنازلات المناسبة في الوقت المناسب. على كل حال هذا هو عمران، وهذا الذي لاحظناه في أقواله وحديثه مع فرنسا. فدائما عندما يأتي من أجل أن يخفض السقف قليلا هنا، أو ما يسمى بالذكاء التكتيكي للانسحاب والتقدم، أو يسميه لينين بالعودة بخطوة إلى الخلف من أجل خطوتين إلى الأمام، قد يكون هذا التكتيك غير واضح حتى في كتاباته، وهذا الأمر معروف. هنا يطرح سؤال: أليس كما كتب في هذه الافتتاحية في 2007 أنها تظلم نفسها، أليس خان يظلم نفسه عندما سلم كل الأوراق بما فيها أوراق الجيش والأمن الذي يرغب في خلق توازن وليس أبدا الذهاب بعيدا لحل إشكالات الأطفال وغيرها والتنمية وكل ما تطرحه الصين كصورة للتنمية؟ لكن في نفس الآن هناك خلاصة تقول إن تجاوز خان هذه المرة أزمته فاحتمال كبير جدا أن يبقى القوة الثالثة والقوة المناوبة الأولى ضد المعارضة في باكستان، وهذا لديه تصور شديد الأهمية، لأن الولايات المتحدة من جهتها ترى اليوم أن على الجيش أن يقدم مرشحه والذي يجب أن يقود العملية. الاستخبارات الأمريكية منذ اغتيال بن لادن بطريقة أوباما التي تجاوزت السيادة الباكستانية وتجاوزت التعاون وتجاوزت كل شيء، اتضح على الأقل بأن باكستان كانت تريد عمران خان بنفس هذه الطريقة، تريد نفس هذه السياسة. لكن بعد التحولات الأخيرة
وبعد تقدم الصين بشكل أكبر نحو قمة آسيا الوسطى وجدنا أن الأمور اختلفت. تريد باكستان أن تخدم باكستان والجيش يخدم باكستان رغم حالة فساد الأمن وهذه الأجهزة، لكن على العموم فالبوصلة الاستراتيجية تكون أقرب إلى خدمة الحياد الإيجابي والقوة وعدم الذهاب نحو التقاطب. فباكستان رغم أنها كانت جزءا من الغرب في حربها في أفغانستان ضد روسيا، فكانت في هذه اللحظة تعمل أيضا إلى جانب توازنات مع كل من الصين وباقي الفضاء الآسيوي. إذن الأمر هنا مع عمران خان شديد التأثير، وعلى العموم فإن القدرات الحالية هي قدرات عملية للغاية ويمكن أن تصل إلى أهمية يمكن لخان أن يتجاوزها إن هو ضمن للأمريكيين والفرنسيين على الأقل الخانة التي كانوا يعملون فيها أو عليها من أجل إبقاء نوع من التأثير لواشنطن وباريس، لأن التحالف وتحالف فرنسي أمريكي في هذه المرحلة. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.